خلونا على السريع نعرف ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفه وكمان فرقه المختلفه من خلال زميلتنا مريم سميح. مريم موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، يكون فيها طبعا كل الأخبار المتعلقة بالفرق الرياضية الأخرى الخاصة بالنادي الأهلي، وطبعا البداية مع رجال سلة الأهلي اللي بعد ما أنهوا طبعا يعني يمكن المرحلة الترتيبية في المركز الثاني هيواجهوا في نصف نهائي طبعا البطولة، هيواجهوا الزمالك خلال الفترة المقبلة. وده طبعا يعني زي بعد ما احنا شفنا خلال الفترة الماضية يمكن كانوا ماشيين بخطة في ما عدا طبعا يعني مباراه الاتحاد، علشان كده هم هيواجهوا الزمالك في نصف نهائي البطوله. وطبعا يعني التدريبات مستمره خلال هذه الفتره حتى موعد المباراه. سيدات سله الاهلي كمان يمكن عندهم مباراه هامه امام البنك الاهلي هتقام طبعا بعد غد الجمعه، ده طبعا ضمن منافسات السوبر، ده طبعا هيكون خلال يوم الجمعه المقبل. والحقيقه يعني عايزين نقول ان هم متصدرين جدول البطوله، ان شاء الله يكون الفوز هو طبعا حليفهم يوم الجمعه المقبل علشان يعني يستمروا في تصدر الجدول. طبعا يعني رجال الطايرة عندهم مباراة هامة جدا في ربع نهائي كأس مصر، ده طبعا هيكون غدا إن شاء الله الخميس، هتقام هذه المباراة في تمام الساعة 8 مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر. وطبعا يعني الحقيقة إن كنا منتظرين أو كان طبعا رجال طايرة الأهلي الماسترز كانوا منتظرين طبعا تحديد موعد المباراة أو نصف طبعا يعني نهائي من بطولة الدوري المرحلة دي اللي هتكون أمام سموحة. الحقيقة إن الاتحاد المصري الكرة الطايرة حدد يوم 25 من مارس الجاري هتكون طبعا يعني موعد المباراة أو يعني سلسلة انطلاق نصف نهائي دوري محترفي الطائرة، واللي هتجمع طبعا ما بين النادي الأهلي وما بين نادي سموحة. هي يعني أن هم عقب انتهاء طبعا مباراة الغد طبعا إن شاء الله يعني أمام نادي الترسانة هيكون في استعداد قوي جدا لهذه المرحلة وهي نصف النهائي طبعا بعد ما تم تحديد هذا الموعد. الحقيقة يعني هذا الموعد هيكون يمكن ثالث يوم من شهر رمضان إن شاء الله. طبعا ان شاء الله هيكون في تحضيرات اكيد خاصه ومختلفه لفريق الماستر طبعا علشان يكونوا على اتم استعداد لهذه المباريات امام سموحه. خلينا بقى نروح لسيدات طايرة الأهلي، الحقيقة يعني تحت قيادة كابتن حمدي الصافي، الحقيقة إن احنا شفنا مواجهة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية أو يعني كان تحديدا يوم الجمعة الماضي كان في على صالة نادي المقاولين العرب، كانت مباراة هامة جدا الحقيقة. والحقيقة يعني إن هم كلهم كانوا مستعدين أتم استعداد لهذه المباراة أمام هليوبلس، الحقيقة إن هم قدروا إن هم يحسموا المباراة بسهولة شديدة جدا، وكان في فارق سكورس في الثلاث أشواط الحقيقة كان في فرق سكور كبير جدا. الحقيقة أن هم بكده يكونوا طبعا تأهلوا لنصف النهائي وهيقابلوا وادي دجلة إن شاء الله في نصف النهائي. ولكن قبل هذه المرحلة الحقيقة أن هم مستمرين في تدريباتهم علشان يعودوا مرة أخرى لمباريات الدوري، وبعد كده هيعودوا مرة أخرى لهذه المباراة في نصف النهائي. وفي حالة طبعا يعني الفوز لسه هيكون في اختيار ما بين طبعا يعني نادي الصيد ونادي الزمالك علشان يكون أو نشوف يعني نادي الأهلي إن شاء الله هيواجه مين في النهائي خلال الفترة المقبلة. إن شاء الله يعملوا أداء كبير جدا وإن شاء الله يعني يعودوا أو يكون يعني كأس جديد بيضاف لسلسلة طبعا بطولات وأكيد طبعا كؤوس النادي الأهلي في مختلف البطولات. كمان سيدات اليد عندهم مباراة هامة جدا أمام نادي سبورتنج غدا الخميس طبعا، يعني يمكن المباراة دي هتجمعهم إن شاء الله غدا في طبعا أكيد ضمن منافسات الدوري. إن شاء الله يعني يكونوا قد المسؤولية، شفناهم يعني خلال الفترة الماضية أدوا أداء كبير جدا وخاصة أمام نادي الزمالك وقدروا إن هم يحسموا كل المباريات اللي خدوها خلال الفترة الماضية. بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراة الغد أمام نادي سبورتنج. أخيرا بقى يعني وزي ما بنقول كده ختموها مسك، الحقيقة فتاتنا الذهبيه هنا جوده الحقيقه ان هي يعني نجمه النادي الاهلي طبعا، والحقيقه معجزه النادي الاهلي زي ما احنا بنقول عليها دايما بتحقق ارقام قياسيه كبيره جدا في طبعا يعني تنس الطاوله. الحقيقه يعني هنا جوده على الرغم من صغر سنها ان احنا دايما بيكون يعني لما يكون ليها اخبار معانا الحقيقه ان هي بتبهرنا بادائها. الحقيقه ان هنا جوده طبعا يعني عادت مره اخرى لتصدر التصنيف العالمي للفتيات تحت 17 سنه، وده طبعا
حسب طبعا التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. دي طبعا كانت كل الأخبار الموجودة معانا النهاردة الخاصة طبعا بالفرق الرياضية الأخرى، وأكيد طبعا يعني بضم صوتي لصوتكم، بنتمنى كل التوفيق للفريق الأول لكرة القدم في مباراة بعد غد أمام القطن الكاميروني، إن شاء الله يعني يفرحنا ويؤدي أداء كبير جدا وبطولي. الحقيقة يعني إن احنا كلنا ثقة في رجال النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إنه يكون في تعويض يعني عن الفترة الماضية. بشكركم جدا، كلمة ليكم مرة أخرى. أنت القول والله، وإن شاء الله يعني ربنا يستجيب بإذن الله ونجد ما يسرنا من خلال متابعتنا للماتش اللي جاي بإذن الرحمن بين الأهلي والقطن الكاميروني. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة مريم سمير والمتألقة. حقيقة مريم من المراسلات الشاطرين جدا في قناة الأهلي حقيقة.